كل عادة ساعتنا الثالثة نرجع فيها لأهم الأخبار اللي عاشت عليها الجمهورية التونسية. قاعدة تحرك تونس تحركات ميدانية بعد الكامور البارحة تطورت الأمور وإغلاق فانة الدولاب اللي موجودة في القصرين. معنا في حوارنا لليوم سي محمد رؤوف الخضراوي الناطق الرسمي باسم تنسيقية الدولاب. الانترفيو سي رؤوف، أهلا وسهلا سي رؤوف. كل مستمعين نجمة نشكرك على تدخلك معنا. سي رؤوف، وين موجود حاليا انت والتنسيقية واعضاء التنسيقية؟ نحن حاليا موجودين امام قدام الحقل الثابت اللي هو نقول نحن الدوليب، معنا حقل الدوليب على امام المنشأة نتاع الدوليب. واضح، رسميا تم اغلاقها البارح. ناكد لكم رسميا انه تم اغلاق الفانا الان من البارح لليوم، ما ثماش حتى تدخلات، لا تدخل أمني لا تدخل عسكري لا حتى شيء منذ إغلاق. والله حبيت أخويا حبيت نحط المعطيات في إطارة باش نكون واضحين. هو كل اعتصام كبدا عنده تو 8-9 أيام باليوم. يعني كنا بداية متاعنا كانت سلمية بامتياز، يعني بدينا وعبرنا حسن النية متاعنا وحبينا حتى نتفاوض ونشوفوا حل، لأنه لا نحن ما نحبوش أن نكونوا معنا معتصمين. وتعرف أنت القساوة الطقس والطبيعة لهنا، كما الحقل هذا موجود في منطقة جبلية وأصلا هي منطقة عسكرية وفما تهديدات إرهابية حصيله، ما نحكيش ليك حصيله. حبينا نشوفوا صيغة أو مخرج أو أي حسن نية من الدولة. قمنا بجلسات حوار عن طريق السلطة الجهوية مع السيد المعتمد الأول، لكن تأكدنا أنه في زوج جلسات أنه المطالب متاعنا والسلطة الجهوية كملت معناها دائما تمشي معنا كان في الحلول الترقيعية. فمتني تأكدنا أنه ما نجمش السلطة الجهوية أنا تتحقق لنا المطالب متاعنا اللي هي متمثلة أصلا في التشغيل والتنمية والتسريع بينجز المشاريع المعطلة. وروعة فكرة، معناها فما قبلنا معناها فما عديد الاعتصامات صارت من 2011 2014 2017 وفيها محاضر جلسات، يعني كي ترجع لهم محاضر جلسات هذوما تلقى نفس المطالب هي معناها من 2011 ليومنا هذا المطالب هي نفسها. فهمتني؟ ولا حياة اللي من تنادي بالنسبة للسلطة الجهوية. كتنسيقية شنو هي مطالبكم الأساسية؟ ثلاثة أربع نقاط أساسية. مطالبنا أهم حاجة اللي هي التشغيل والتنمية في المشاريع عامة برشا. خلينا نقول لك حاجة يا رؤوف، وأنت تو أدرى مني، عامة هكا نعرفوا التشغيل والتنمية هذه لا سبيل إليه، لكن بلغة الأرقام اليوم مثلا عملية انتداب توفير تمويل في حدود لي، أعطيني بالأرقام خلينا نفهم وإحنا ويفهم الشارع التونسي علاش التحرك نتاعكم. إي شوف، بالنسبة للمنشأة هذه المنشأة الموجودة ثم قانون موجود في الرائد الرسمي، معناه قانون عد 35 مؤرخ في 11 جوان 2018. القانون هذا يجبر شركات مثل الشركة هذه باش تقوم بدورها التنموي والبيئي في المنطقة الموجودة فيها. يعني الشركة هذه لازمها تقوم بالدور التنموي متاعها، يعني بلغة أخرى يعني في الطرقات، يعني الانفراستركتور، وفي المجال البيئي خاصة، لأن لنا ثم معناها ثم انبعاثات معناها بتاع غاز في المجال البيئي. الشركة هذه غير قامة بدورها التنموي. فيما يخص التشغيل، نحن عطينا اصلا تصور، يعني هو مش من ماهوش واجب علينا باش نعطوا تصور، نحن مشينا اكثر للتصور في التشغيل. نحن كيف ما تعرفوا في ولايه القصرين هي منطقه بامتياز، يعني جبل سمام، جبل السلوم، جبل شعامبي، انا برشا جبل مغيله معناها الشطر نتاعنا. نحن قلنا اجا خويا الشركة هذه الانتصاب نتاعها وشركات البترولية الكل معناها الانتصاب نتاعها موجود خاصة في معناها في المناطق الجبلية. خممنا قلنا باش نعمل حتى معناها نحكوا تصور كامل راهو على مستوى حتى على المنشأة هذه ولا حتى مستوى الدولة. خممنا أصلا قلنا تتعمل معناها الشركة للتنمية والحفاظ على الثروة الغابية. كيف ما تعرفوا أنتم الثروة الغابية في بفعل الإرهاب وكذا والواحد كل بنسبة 70%. أحداث هالمؤسسة يعني وانت ديب قديش من يد عاملة؟ نحن حبينا كبداية، هي أصلا من المؤسسة هذه كبداية ما أقلش من 1000 عامل، يعني على مستوى ولاية القصرين كاملة. يعني هذه باش تمشي معناها باش تحاول تنقص شوية الضغط على على
معناها في امور التشغيل باش تحب معناها باش تنقص شويه. هذا مطلب اساسي. المطلب الثاني شنو؟ بالنسبه لنا احنا فما المشاريع المعطله كيف ما نقولوا مثلا فما ماليسيت فما الانفراستركتور فما مستثمرين كبنية تحتية. منذ اغلاقكم منذ اغلاقكم للفانا تمش الاتصال بكم على الاقل او وعود انه مش يكون فما وفد وزير يبعثه سيد رئيس الحكومه؟ شنو اللي صار منذ الاغلاق؟ منذ الاغلاق هرسله كامله يعني نحن هرسله معناها رجعنا للطابع الامني للاعتصامات. جاكم الامن البارحه؟ ما الامن تجاوب معنا لكن فما من يمثل وانا نتاكد انه هو ما يمثلش المؤسسه العسكريه يحكي معنا بالتهديد وانا ناكد انه هو لا يمثلش اصلا المؤسسه. شوي بشوي لا عاد هكا تولي حاجه اخرى. شنو جاكم عسكري هددكم البارح؟ ماهوش عسكري هو اطار سامي في العسكر يعني فهمتني. جاب زي نتاعو جاب زي نتاعو هو خلينا نقولوا هو العميد هو العميد في ولايه القصرين هو المشرف على الجيش الوطني في ولايه القصرين ارسلنا وقام بتهديدنا. تهديدكم ايش قالكم بالضبط؟ جاء معناها حكى معنا قام بعمليه استفزاز اول حاجه قالنا نحن رانا النيابه العسكريه قامت بالتحقيق فيما يخص التجاوزات اللي عملتوها نحن بالنسبه لنا كي دخلنا لا كسرنا لا عملنا معناها شغب لا شيء. استفزازكم كيفاش استفزاز كيفاش؟ جيت طلب منكم باش تخرجوا باش تبعدوا؟ نحن راهو هاتوا فاهمك فاهم في الصوره كامله نحن راهو كي دخلنا انا دخلنا اول حاجه رفعنا العلم التونسي كرمزي رفعنا العلم التونسي داخل هذه المنشاه وقمنا باخراج العمال وقمنا بتسكير الفانا وانسحبنا خارج المنشاه ومرابطين في الاعتصام منذ بدايته يعني من بدايه الاعتصام كنا مرابطين فيه نحن تو فيه يعني جاء حكى هكا وقالنا نحن انا ما يهمنيش فيكم مطالبكم برا شوفوها منين باش تخفوها انا ما يهمنيش فيكم وراي بالنسبه لي المنشاه هذه خط احمر ونجي باش نحماها وراو الانتاج باش يرجع للسائر معناها للسائر العادي نتاعو يعني هذه في حركه استفزازيه فهمتني وكو دخل معناها ما كان شيئا لم يكن وخلى المعتصمين في حاله غليان والحمد لله الحمد لله ان المؤسسه العسكريه والموجودين معناها اخباره هو يعني الحمد لله يا ربي معناها كان ما صارش هكا يمكن ما تبعوش كي دخل معناتها المنشاه دخل وحده المنشاه عميد الجيش الثكنه نتاع القصرين لا جا بطبيعته بالكورتيج نتاعو يعني فهمتني اما كي خرج لنا خرج بالعسكر كي رجع معناها خرج خارج المنشاه ومن بعد دخل المنشاه ودخل بالعسكر فهمتني واضح عمليه معناها استفزازيه بامتياز احنا راهو شوف محمد روف اي معناتها مش تقعد اليوم نحكيو على اعتصام مفتوح اغلاق متواصل الى حين شنو بالضبط؟ خلينا نكونوا عمليين الى حين السلطة المركزية نحن راهو متأكدين ان السلطة الجهوية غير قادرة هي اصلا السيد الوالي قال لنا انا ما نجمش نجي لاني ما عنديش ما نجيب لكم يدي فارغة يعني يدي فارغة يعني كي باش يجي كي ما يجي طالبوا يعني بوفد وزيري معناتها طالبوا بوفد وزيري وفد وزيري وفد حكومي معناها اكثر وفد حكومي خاطر هو القادر هو نتصور للتفاوض معكم مش للتفاوض على المشاكل هذه مش بالتفاوض معنا مش في اشخاص لكن التفاوض على المطالب نتاعنا واضح محمد رؤوف واضح محمد رؤوف ناطق رسم باسم تنسيقيه الدولاب سعيد جدا بحواري معك كل ما يبدا جديد مباشره من القصرين اتصلوا بيك هذه هي الفكره مطالبهم احداث مؤسسه للحفاظ على المخزون الجبلي البيئي الغابي خدم اكثر من 1000 المشاريع التنمويه المعطله اصحاب الشهيد العليا هذه المطالب الاساسيه وحسب تصريحه فانه عميد الجيش التونسي موجود في القصرين تم استفزازهم كمعتصمين ويبقى حق الرد مكفول لأي طرف تم ذكر اسمه. تعليق صغير قبل نمشي تليفوني الثاني. 8 أيام كانت كافية باش تهبط معناها السلطة المركزية وتبعث معناها باش تفهم شنية وشنو عندها هي شنية الأولويات اللي موجودة للقصرين باش تتفاوض عليها لأنه لا سبيل إلا التفاوض مناش في موقع آخر والناس هذه ماهيش جاية من بلاد أخرى هذه موجودة غادي وعرفوا وأنه من 2011 يعتصموا وكل مرة يحب يوصلوا صوتهم يعرفوا الآن بالتجربة وأنه كي تسكر فانا راهي تهبط السلطة باشر الحوار معك
به تعدينا من مرحلة البيئة والبستنا إلى مرحلة جديدة معناتها الغابة، وهذه فكرة به به والوريك التونسي راه ديما ينجم يستنبط في البيئة كما في الخير. بعد نقاو مؤسسة نتاع الشط نتاع البحر، كان جينا بولاية ساحلية تقول لك على الشط زاد مؤسسة الحفاظ على الشط. وكانت البيئة والبستنا أكثر بلايص خدمت فيهم هي شطوط، يعني الرمال وزرعت برشا غابات على كذا نتعدى. عرفنا برشا بلايص في نطاق أعرف بلادك معناتها فهمت، عرفنا الكمور ما كان يسمع بها حد، اليوم عرفنا الدولاب كان يسمع بها حد. حاجة باهية، مطلوب مطلوب اختصاصيين للبحث عن الفانا في برشا بلايص أخرين، وحسب رأي الدولة ما تنجمش تفاوض ديما بطريقة ذي، الدولة تحاور ولا تفاوض. واضح. 48 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، مش يمشي بيكم نايب عن التيار الديمقراطي جمد عضويته ونشاطه في المجلس الجهوي، علاش؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد شوي. أبدا نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.